شرفني اليوم أن أقدم لكم السيد إيربرنار كمدرب جديد للفريق الوطني المغربي الأول، ثم مدربا للفريق الوطني المغربي المحلي ومشرفا بتشارك مع الإدارة التقنية الوطنية على المنتخب الأولمبي. وفي البداية لا يفوتني أن أنوه وبحرارة بالعمل الذي قام به السيد بدر الزكي والسيد محمد فخر على التوالي بالمنتخب الوطني الأول والمنتخب المحلي، كما لا يفوتني أن أنوه بكل صدق بالعمل الجبار الذي قامت به الأطر التي رافقتهم خلال تأديتهم لمهامهم بكل فخر واعتزاز. وهنا لا بد من استغلال هذه المناسبة لتجديد التأكيد مرة أخرى على الخيار الاستراتيجي الذي نهجناه منذ البداية، وهو الرهان على الإطار الوطني كخيار وحل ومعادلة للنهوض بكرة القدم الوطنية. هنا يجب التذكير بأن أكثر من 70 إطارا وطنيا يشتغلون بالإدارة التقنية الوطنية ويقومون بعمل جبار وفي صمت تام للنهوض بمختلف مكونات التكوين التي نعتبرها جميعا واعتبرناها منذ البداية أنها الحل الأنسب والأكيد للنهوض بكرة القدم الوطنية. وانخراط الجامعة في هذا الورش العميق الذي يتطلب جهدا، سواء تعلق الأمر بإنشاء مراكز التكوين أو بالإشراف عليها أو بتأطيرها، هو عمل بدأ منذ مدة وسيتواصل خلال هذه السنة بكل تأكيد، وسنجعل منه بطبيعة الحال أولى الأولويات لأنه الحل الأنسب للنهوض بكرتنا كما سبق الذكر. وتنويها بهذا بأطرنا الوطنية وبعملها، فإنه لا بد من التأكيد أن الأطر التي غادرتنا ستبقى دائما رهن إشارة كرة القدم الوطنية. وأفتح القوس بالتأكيد بأن المشاورات الأخيرة ما زالت جارية مع السيد بدر الزكي الذي نعتبره إطارا ومفخرة لكرتنا، وستستمر حتى نضع بطبيعة الحال الرؤية الواضحة لمشاركة بدر الزكي وباقي الأطر ضمن هذا الورش الذي نعتبره ورشا جماعيا، وهو النهوض بأوضاع كرتنا وتطويرها. كما لا تفوتني هذه المناسبة للتنويه بالعمل الذي تقوم به الإدارة التقنية الوطنية، والتي نعتبر هذه التعديلات التي نقوم بها انخراطا وانسجاما تاما مع التصور التي وضعت، ويأتي على رأس هذه الخيارات توحيد الرؤية التقنية على رأس المنتخبات الثلاث التي سلفت ذكرها، والعمل بانسجام واضح وتام ومسترسل مع كل الأشغال والأعمال والأوراش التي تشتغل عليها الإدارة التقنية بواسطة الأطر المغربية داخل مختلف الأعمار. ولإعطائكم كل المعطيات المرتبطة بهذا العقد الجديد، فإن السيد إيربرنار سيشتغل بمساعدين اثنين فقط، وهما السيد بوميل والسيد مصطفى حجي للإشراف على المنتخبات الثلاث. وهكذا
فإن تقليص الأعداد داخل الأطر المشرفة مباشرة على الأطر التقني على المنتخب الأول والمنتخب المحلي لا يعني بتاتا التخلي عن كفاءاتها، بل توظيفها كاملة داخل الإدارة التقنية الوطنية والاستعانة بها كلما دعت الضرورة إلى ذلك في المنتخبات، وخاصة التربصات التي تقيمها المنتخبات الثلاث. وبالتالي فإن من شأن إعادة هذه الهيكلة إعطاء دينامية جديدة وتوحيد للعمل وفرص أشمل وأوسع لإبراز الكفاءات وتوظيفها توظيفا سليما. وسيشتغل السيد إيرفي رونار وفق مقاربة تعتمد على تحقيق أهداف واضحة مرتبطة بطبيعة الحال بالتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم والوصول إلى المربع الذهبي في نهائية الكان سنة 2017، وكل هذا بواسطة عقد يحدد واجبات وحقوق إيرفي رونار على الشكل التالي: 600,000 درهم انطلاقا من تسليم مهامه، وفي حالة التأهل شهريا بطبيعة الحال، وفي حال التأهل إلى نهائيات كأس العالم سينتقل هذا الراتب إلى 800,000 درهم وفق هذه المقاربة الشاملة. وبالمناسبة لا يفوتني أن أنوه بالجهود التي بذلها كل الإخوان وعلى رأسهم مسؤول الإدارة التقنية للوصول إلى هذا الخيار وإخراجه إلى حيز الوجود اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة كرتنا وبلدنا تحت قيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. وأطلب منكم جميعا من الجمهور الرياضي ومن الإعلام ومن كل الفرقاء المتدخلين في كرة القدم أن ينخرطوا وراء المنتخب الوطني، لأن هدفنا الأساسي والأول هو تحقيق نتائج تستجيب لتطلعات الجماهير العريضة لمنتخباتنا الوطنية ككل ولكرتنا الوطنية مستقبلا إن شاء الله.